لعبها في ليفا احنا في الدوري. أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. الأهداف الجميلة نتجول فيها بذكريات جميلة تحمل عبق ذلك الماضي الجميل في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية، وحتى لن نكون بعيدا عن الكرة الخليجية أيضا. هذه المباريات تحمل ذكريات لاعبين سجلوا أهداف، نجوم، حضور جماهيري كبير، معلقين أيضا كبار قدموا شيء الكثير للتعليق الرياضي، أشياء كثيرة ندونها للتاريخ وتبقى عالقة في الذهن دائما وأبدا في الكرة أهداف. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، إذا ذكرنا فريق ساو باولو البرازيلي نعرفه مثل ما نعرف سانتوس، وكان يلعب مباريات وتم الاستعانة فيه بالكويت لعب مباراة ودية مع منتخب الكويت أنذاك. ساو باولو فريق يعني له اسم في الكرة البرازيلية، وكانت دائما لأن المدربين كانوا برازيليين في حقبة الثمانينات عكس الآن خلال السنوات الأخيرة، لذلك كانت أغلب الفرق تأتي من البرازيل. وحتى اتذكر ربما لم تخن الذاكره كان مع منتخب الكويت لاعب مميز رحمه الله عليه محمد عباس، كان مدافع مميز لمنتخب الكويت نادي الكويت، وايضا اخو عادل عباس اخو احمد عباس من عائله رياضيه ايضا لعبوا لنادي التضامن ونادي الكويت، وكان للعنبري وحمد بوحمد كلاما اخر في تلك المباراه. لو بيطلعها حارس مرمى كورنر، اللعبة كور محمد عباس، علي محمد عباس، وبي علي محمد عباس، جاسر داش اشترك براسه توز الدول، جول حط الجول، جول جول، حلوة 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 حلوة، حمد حلوة، حمد بو حمد، كورنر 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 ملعوبة حلوة، محمد عباس بيعليها، حسين جاسر اشترك براسه، وحمد بو حمد بيتابعها ويحطها في الجول. جول في الدقيقة 14، جول في الدقيقة 14 من حمد بو حمد، حمد بو حمد في دقيقة 14 سجل أول أهداف المباراة. هذا حمد رقم 11 في دقيقة 14 سجل الهدف الأولاني، كرة من كورنر توصل محمد عباس. أي مدريهم لعبها سعد الحوطي بيد حارس مرمى سليسو، توصل ناحية اليمين فاروق إبراهيم، حلوة خالد لفاروق، حلوة حلوه لي في عرض ملعب، لعب لي مصلحه، يلا حلوه يا عمري، حلوه منظرها، حلوه في الدقيقه 44 منظرها حلو حلو حلو، بين خالد الزنقي فاروق ابراهيم من صنعه ناحيه اليمين، العنبري هو الشمال وحطها بالشمال، حطها بالشمال على يمين حارس المرمى في الدقيقه 44، هدفين هدفين في دقيقة من الشوط الأولاني سجل منتخب الكويت الوطني في الدقيقة 44. العنبري 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 بدل الجول، العنبري بدل الجول. زار الكويت فريق أجاكس الهولندي
وتذكرون أجاكس الهولندي فريق كان مميز واسم في عالم كرة القدم العالمية، لعب أمام منتخب الكويت، وذاك الوقت كل أسبوعين ثلاثة أسابيع فيهم استعداد لمنتخب الكويت، عكس الآن خلال السنوات الأخيرة اللي ما عادت استعدادات كما كانت في السابق، لذلك كان تشوف معدل اللياقة البدنية للاعبي الكويت هناك مرتفعة جدا. في هذه المباراة يكون للنجوم الكبار فيصل الدخيل وعبد الله البلوشي كلام آخر. دعونا نشاهد ونشاهد أيضا محبوب جمعة. شوفوا يا بابا أنسن راح يلعب الفاول، أنسن بيلعبها، أنسن كرة عرضية بتلعب حتى رسم الجول، جول جول، كرة ملعوبة، ما حد ينط مع اللاعب الهولندي، كرة بيلعبها على طول ناط براسه وحاطها اللاعب الهولندي، لاعب أجاكس الهولندي، لاعب رقم ستة، رقم ستة اللي أخذ إنذار اللي هو ليبي، ليبي كرة بلعبها حلوة من ناحية اليمين فاول، كرة ملعوبة في الدقيقة 21، مسجل ليبي ستة، الهدف الأولاني في الدقيقة 21. واحد 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 نادي أجاكس الهولندي، لا شيء منتخب الكويت الوطني، سجل هدف في الدقيقة 21. كرة صلى الله محبوب جمعة، مع كرة معه بيلعبها ناحية بيصل الدخيل، والدخيل كرة معه مجنح بيحصل لحد الدخيل، يلا الدخيل صار موجود، شو الدخيل حلوة، جول الله حلوة يا على طول سنترت راحت محبوب جمعة، محبوب راح لعبها على طول لفيصل الدخيل، الدخيل أخذها بس جهة الشمال شوية وخلى الدفاع يتطوح ناحية اليمين، وبعد ما تطوح راح مسقطها الدخيل على حارس المرمى تري كوت كوت، جول جول جول، كرة حلوة حلوة سنترت على طول، محبوب أخذها مجد بردي لعبها لفيصل الدخيل اللي عبد الله معيوف طويلة قدام يلعبها ناحية سويد، سويد اللي بيحاول يحصلها، سويد بيحاول يدخل، سويد كرة معاه بيلعبها حلوة لحد بلوشي، جول بلوشي، جول 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 الله حلوة سويد، حلوة سويد، أخذ سويد هو المدافع وبعدين صلحها لبلوشي في زاوية في مكان حلو، بلوشي راح داخل لحد اليمين وحاطها أرضية، وحاطها أرضية في مرمى أجاكس الهولندي، جول جول، كرة حلوة سويد، كرة ملعوبة عند مدافع نادي أجاكس الهولندي بياخذها سويد ويفردها منه بيلعبها أرضية ناحية اليمين، عبد الله بلوشي كان في مكان سليم. الشوط ضربة جزاء بلنتي بلنتي بلنتي، جول جول، سبعة كلوك، سبعة الإنجليزي، بعبد الله معيوف اشترك مع اللاعب الهولندي بيحطها أحمد مسر في الدقيقة 45 من زمن الشوط. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في بطولة العالم العسكرية في الكويت لعب المنتخب الكويت عام 79 أمام منتخب النمسا، وكانت المباراة تحصيل حاصل للمركز الثالث والرابع، وكان مع المنتخب الكويت لاعبين قال لعلي الملا، تذكرون لاعب النادي العربي كابتن العربي مثل المنتخب أيضا في دورة كأس الخليج الثانية والثالثة، وعلي الملا لاعب قناص مشاكس قوي استطاع تسجيل الهدفين. نسترجع من ذكريات ذلك اللاعب المهاجم الهداف علي الملا. بعض الجمهور شوية مضايق من وجود الرطوبة، كورنر اللعب ضربة ركنية بالرأس، صلى دخل جول الله، يا سلام يا سلام يا علي الملا، علي الملا يسجل الجول الأول لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقة 29. علي الملا يسجل، هاي الكرة، هاي الكرة بالبطيء معادة اللعب طويلة تصلح بالرأس، تصلح بالرأس هني لعلي الملا، علي الملا على طول لعبها داخل الجول في الدقيقة 29. طرابلسي بكل سهولة ماخذ، طالع ماخذها، لعب العزب عنبريت اللعب الكرة
ماشي عبد العزيز العنبري ماشي يلعبها بالعرضه سلام يلعبها بالعرضه سلام يلعبها وشو طلع يا سلام يا علي يا ملا يا سلام يا علي يا ملا يا سلام يا علي يا ملا في الدقيقه 42 علي ملا تهيأله فرصه من عبد العزيز العنبري نفس الكرات اللي مساح كرة من عبد العزيز العنبري من كورنر علي ملا حط الجول الحين بعد كرة من عبد العزيز العنبري هذه بالبطيء صلحها نفس عبد العزيز العنبري ويلعبها من حقه حق علي الملا علي الملا اللي داخل عليها قبل خط ال 18 ويقتنص الكرة على فخذه ويلعبها قوية بالزاوية الضيجة بالزاوية الضيجة ناحية اليسار يسجل منها علي ملا الهدف أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف تجولنا في مجموعة من الأهداف المميزة ذكريات جميلة نجوم مختلفين في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية والخليجية إن شاء الله أكون وفقت في حلقة اليوم باكر إن شاء الله أيضا في أقوال جميلة وذكريات لا تسقط من الذاكرة في الكرة أهداف Come on!